السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب جاي الظهر معكم عبد الله من قناة بطاطا اكس اكس تي. طبعا اليوم جاي المهم احسن النت ايوه طبعا في الشرح اللي يعرف قناة سي او بلايرز او سي او اي بلايرز ايوه قناة هاي بدخلها اوكي نجي الحيرة سي او اي بلايرز ايوه طبعا هاي قناة من واحد من اصحابي اللي هو دانيل داني هذا انسان انا احترمه صراحة كأخ لي وعزيز على قلبي. طبعا حاب انشر قناته، اتمنى كل واحد يروح هنا ويضغط بس اللي يقول لي شفته ما ضغط انا فمو داخل. اوكي صراحة قناته مرة حلوة تشمل العاب البي سي بس مالها يعني مثلا هنا في جي تي اي على مرة بس اكثر شيء ينزلون ماينكرافت لا ينزلون لايف فور سبيد ينزلون مسامير يعني زي حلوة يعني وفي تانك يعني أشياء حلوة يعني صراحة أنا أحترم هذه القناة لأنها صراحة قناة محترمة يعني مع كل احترامي لها مش إني يعني إني أمدح فيهم بالعكس لا أوكي أوكي أنا اللي حابب أتكلم عنه في الأساس الشيك باك مود اللي يقول لي ليش بتتكلم فيه انا بقول لكم ليش لانه هذا هو نزله يعني من دون ما ينزل شرح اوكي هو حق الحين الضابط نحن طبعا بس نحمله هذا قال ممكن طريقة تركيبه وتحميله انا حاب ارد على كينجز اوف جيم وقلت له استند من ثاني قلت له اني بسوي كل شيء وقال خلاص اوكي يعني ما زال ولا شيء اوكي ندخل السنجل بلايرز بعدها الف لايف والله كنت مرة ياسة احمل مود حق ماينكرافت نسيت اسمه وانا كذا اضغط سكيب اي دي اللي يطلع لي فيديو والله صوت عالي انا شيت خفت انا ما اقدر اوقف الفيديو كان ليل بعد ذاك اليوم يعني كانت شوية ننسى اوكي تشغله بالمنظار المهم تشغله بالمنظار ايوه بعدها تكتب رن او انك على مرة كنت تكتب اب داتا لا اب داتا اوكي هلا نكتب رن بعدها بكتب لكم هالكلمة هنا كل يوم انسى بس يلا بحاول تدخل على طول لعبة ماينكرافت بن ماينكرافت الجار اوبن وين وين راح اركايفر لا بتلاقيهم ملف اسمه 200 امسحوا بكبره اوكي الحين نجي للمهم يقول put into هذا اوكي تشيل هذا كله وتفرح هنا من دون اوقف قبل ما كل هذا الشباب بسوي بوس وبرجع لكم ليش لاني بسوي رسالة الماينكرافت يلا برب اوكي باك شباب خلينا نسكر هذا خلينا نترك رن ليش كتبت غلط اوكي تدخل بين ماينكرافت الجار اوبن ويذ ون را اركايفر الله اكبر صار يعدل هذا هو الملف اللي اتكلم عنه ال 200 سيفت او دريت على طول امسك هذا كله تفرح له هذا اوكي بعد ضغط هنا كليك على طول سك كل شيء سك تدخل جيمز بعدها ماينكرافت ما دخلت المكركة هذه هنا المسؤولية جميل كرم المهم تدخل يوم تضغط بتلاقون هذه الأشياء طبعا أنا ما بشرحه لأنه بيكون شبه كوبي رايت من أخونا دهنيم خلاص بس يعني الحين تبدلنا كل شيء كل شيء يعني الحمد لله شو بعد شيء عندنا كذا
هذا السي هاوس بيتي النبيل ما يسمى بالمك. المهم خلينا نفتح الشنطة، ما عندي سلاح أنا، هذا المشكلة. أوكي حلو، أيوة عرفت ايش هذا؟ حتى تقدرون تغيروا منظور كذا إلى منظور كذا مثل ما علمتكم، وهذا أحسن على فكرة، والله في شيء أحسن. شوف في مكعب بورتال اشتغل، والله أيوة والله تروح البورتال فيه، حلو والله عجيب. أوكي هذا مش شغلة، مثلا هذا نقدر نبذله ست ست ست، شوفوا الرئيس يحط ست 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 ست. اوكي الحين مثلا لا ما زودت، المهم شي كذا. خلاص قناة يو بلايرز تحت في الديسكريبشن، اتمنى تسوونهم سبسكرايب وتتابعونهم، لان صراحة قناة حلوة ومرتبة وجميلة ولذيذة وكل حاجة. اوكي اوكي ويلا شباب، كان معكم عبد الله من قناة بطاطا كيكي، مع السلامة.